خالدية خالد اليوم هده من يتذكر فيها منكم هده مدارس. احنا الحين وضعنا اليوم 28 الاحد 28/5/2023 الموافق 7/ذو القعدة 1444 مثل هده، يعني كل المرشح والناخب كلهم ناطرين الهده والحكومه كلنا ناطرين الهده، متى الهده؟ يوم 6/6/2023. يا رب تكون هدتنا زينه وما نطق الطوفه وننحاش. اول وين مشرف الجناح؟ الحين كاميرات والحراس يطالعون، الحراس سلموا معاشاتهم ان شاء الله يا رب. المهم انتم هدوا هده زينه، واللي ما يبي يهد يعني يبي قاطع كيفه. انا والله بالدائره الثانيه قلت لهم اللي يجيب لي افكار الشيخ عبد الله السالم الصباح اميرنا الراحل وبالدستور انا راح اصوته، وللحين ما بين او بينت شمسهم لا مره ولا رجال. فانتم هدوا ان شاء الله هده حلوه، والهده كانت اول يعني الناس تترهاها، ولا يتراوركم انا قلت لكم بيجونا نواب ولا نائبات ملائكه، يعني بيصير تغيير يمكن 20% حتى نسبه التصويت متوقعينها 50% 60% يمكن اقل. يعني قال صلى الله عليه وسلم كل ما من يوم الا اليوم الذي بعده شر منه، وقال الله في كتابه العزيز شنو؟ وتلك الايام نداولها ناس، آية قرآنية إن شاء الله. فأنتوا إن شاء الله تفائلوا بالخير وهدوا وهدتكم حلوة، الورقة اللي تقطونها لوجه الله تعالى، هي كل انتخابات يطلع حكي شراء أصوات ويطلع غوش ويطلع يعني أمور، هذه كل عادة كل سنة، بس الشريف والشريفة إن شاء الله. يعني كانت يد أم حسين تقول أبو خيمة الزرقاء، تقول أبو خيمة الزرقاء الله جل في علاه يراقب الكل، فهو سبحانه وتعالى يعني ملك الملوك. خلوا الله بين عيونكم في السر والعلن، وان شاء الله يا رب. ان انا كنت ودي ان الحكومه تسوي قرارات تشجيعيه تزيد الرواتب تشيل القروض وهذا، بس الله يعني الله ما كتبوا بعض النواب عارضوا، الله يسامحهم ان شاء الله، حتى ما ندعي عليهم ان شاء الله، حتى لو ينجحون يغيرون افكارهم. يعني ابسط حقوق المواطنين يا ناس، يعني انتم مو وزراء الا اذا ودكم تصيرون وزراء، يعني انتم لازم انكم تصيرون يعني حنينين على الناس وعلى غير الكويتيين، تخفضون الرسوم الصحيه والاقامه وتلقون قانون الستيل بدون تساعدونهم. يعني لازم اللي يستحق جنسيه ياخذها، المساعدات الاجتماعيه المراه يعني ترى راح ترجع نفس الافكار حق مجلس الامه. والحياة تدور على قولة الوالد السيد السادس حسين احمد رفع الدولاب بشيخ الطريق رفع الصفية، كان يقول لي يا منه دولاب يدور، يقول بعدين ينجحون يروحوا يشيلونهم، ثاني يوم يروحوا يباركونهم الصيف، بعدين الناس تسال منو رئيس وزراء من بعدين يختارونه ويقابلون الامير الشيخ مشعل احمد الشيخ نواف احمد شافين الرؤساء السابقين الوزراء والامه، وبعدين الناس تقول منو الوزراء واخر كم ساعه يختارونهم، بعدين الناس ترضى يمكن يتغير، وبعدين رئيس بس هم منو هاي الدنيا. فيا رب ان تكون هدتنا هده زينه وما ننط على الطوفة يا رب إلا بالحق، وشكراً.